أكبر تطلع ينبغي أن يكون عند الآباء والأمهات والمربين هو بناء شخصية قوية. كل الأشياء الأخرى التي قد تعجبنا في أبنائنا ممتازة جدا، أريد ابني متفوق دراسيا، صالح، مؤدب، مصلي، كلها ممتازة، ولكن أهمها هو الأساس. الأساس هو كيف تبني شخصية قوية. في تراثنا الإسلامي، في دين الإسلامي، دائما الشخصية المتزنة، القوي، الأمين. القوة أولا ثم الأمانة ثانيا. قد يكون الولد أمينا، قد يكون الولد بكل الصفات الإيجابية، ولكن قد يسقط في أي لحظة، لأنه إذا لم تكن لديه شخصية قوية يتمتع بها سيكون شخصية هشة وإن كان ظاهره الصلاح. لذلك الكثير من الأولاد يسقطون بعد 16 سنة، بعد 20 سنة يسقطون، يتركون القيم والدين والتدين والخير والصلاح والدراسة وغير ذلك بسبب الهشاشة التي تكون في شخصيتهم.